صباح الخير على كل مشاهدينا على قناة الصحة والجمال، صباحكم مشرق بالأمل والتسامح وحب الخير للغير. من برنامج رؤية النهاردة هنهنئ كل الشعب المصري ب يعني اقتربنا على نهاية العام وبداية عام جديد، كما نهنئ الشعب أخواتنا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. كل عام وحضراتكم بألف خير. دائما وأبدا يجتمع الشعب المصري في حب هذا الوطن. خلينا النهاردة نتكلم عن حلقتنا اليوم، هنتكلم عن حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. معايا النهاردة اليوم ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد عمار، إمام وخطيب لدى وزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا في البداية بحب أشكر حضرتك، أنا بتساعدنا كتير على التوعية من داخل برنامج رؤية. في البداية عايزة أعرف من حضرتك إيه هو التسامح، كلمنا في البداية وتشرحنا معنى التسامح في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في بداية الكلمة أولا أنا بتوجه بالتهنئة للإخوة الأقباط والمصريين جميعا بمناسبة العام الميلادي الجديد، وكل الشعب المصري وكل عام والجميع بخير. كلمة التسامح مأخوذة من السماحة، ويعتبر من الأخلاق الحميدة التي لابد أن تسود في المجتمع، وقيمة حضارية وقيمة دعا إليها الإسلام، خلق السماحة في الإسلام. ومعنى السماحة يعني تعني اللطف والمرونة والسهولة، وهذه السماحة التي دعا إليها القرآن الكريم ودعت إليها السنة النبوية الشريفة. فمن الآيات القرآنية التي تدعو إلى التسامح والسماحة في الإسلام قول رب العالمين: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول رب العالمين: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال أيضا: وقولوا للناس حسنا. إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي تدعو إلى السماحة والتيسير والتسامح. ثم بعد ذلك تأتي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤكد ما جاء في القرآن الكريم في الحديث عن التسامح، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ومن تزع الرفق من شيء إلا شانه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عندما سئل ما الصبر قال: السماحة، صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيؤكد على السماحة في الإسلام، وبيؤكد على هذا التسامح كما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ، كنا عايزين نتكلم عن السماحة في العبادات، يعني في المعاملات، والسماحة في الدعوة لي. تمام. من مظاهر السماحة في السماحة في العبادات، السماحة في المعاملات، السماحة في العقيدة، السماحة في الدعوة إلى الله، السماحة في تكاليف الزواج. السماحة أولا في العقيدة، فنحن نؤمن بعقيدة نؤمن فيها بالله ربا وبالإسلام دينا. فمن سماحة العقيدة التي جاء بها الإسلام أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا التسامح في العقيدة. السماحة في العبادات من الصلاة والزكاة والصيام، هذه العبادات قائمة على مظهر التسامح. فعندما ننظر إلى فريضة الصلاة، فمن سماحة الإسلام أن الإنسان المريض إذا لم يستطع أن يصلي واقفا، فمن سماحة الإسلام أن هو يصلي إيه؟ أن يصلي جالسا. كذلك أيضا من سماحة الإسلام في الصلاة، المسافر له الحق أن هو يقصر الصلاة الرباعية ويصليها اثنين في السفر. كذلك أيضا الصيام في فريضة الصيام، السماحة في فريضة الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة إيه؟ من أيام أخر. فالشريعة الإسلامية هنا ومن سماحة الإسلام بتبيح للإنسان المريض إذا إن هو يباح له الفطر في نهار رمضان وعليه عدة من أيام أخر. كذلك أيضا المسافر أيضا يباح له الفطر وعليه عدة من أيام أخر. كذلك أيضا من سماحة الإسلام في الزكاة. الزكاة تعتبر يعني من سماحة الإسلام إنها مرة واحدة في العام، وآتوا حقه يوم حصاده، ودي تعتبر من سماحة الإسلام. السماحة أيضا موجودة في فريضة الحج. الحج أشهر معلومات، فالحج مرة فرض مرة واحدة في العمر على المستطيع.
كذلك ايضا من السماحه الافراد والقران والتمتع، فيعني الانسان مخير ان هو ايه يقوم باي نسك من هذه الانساك حسب قدرته وحسب استطاعته. فدي السماحه في الطاعات والعبادات. السماحه ايضا موجوده حتى في المعاملات اللي هي ما بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ رحم الله رجلا ايه؟ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. السماحه في البيع والشراء ما يكونش فيه غش، ما يكونش فيه تدليس، ما يكونش فيه تطفيف في الكيل والميزان. السماحه ايضا موجوده في الدعوه الى الله، يعني الانسان اللي عايز يدعو الى الله واراد ان يدخل الناس في الدين الاسلامي فلا بد ان يدعو اليهم ايه؟ بالرفق. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرفق ما كان في شيء الا زانه وما انتزع من شيء الا شانه. فالسماحه في الدعوه الى الله، ادعو الى سبيل ربك ايه؟ بالحكمه والموعظة الحسنة. ويجي ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا موسى وهارون أرسلهم إلى سيدنا فرعون، إلى أرسلوا إلى فرعون لكي يدخلوه في الدين الإسلامي، قال لهم يا رب العالمين اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إيه بقى؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالسماحة موجودة أيضا في العبادات وفي الطاعات، حتى موجودة في الدعوة إلى الله. السماحة أيضا موجودة في تكاليف الزواج، يعني الإنسان الإسلام نهى عن المغالاة في المهور. لا ده ما بيمشيش الكلام، ده ما بيطبقش. لا هنا ده فلا بد من السماحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إيه؟ إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، ولو كانت المغالاة في المهور مكرمة لسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن أحسن النساء أرخصهن مهورا، أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا. طب ليه بقى بيوتنا ما بتعرفش الكلام ده؟ يعني ليه النهاردة الشباب بقى يعني بيدخل في غلاء مش ممكن؟ شقة بقد كده، وأنا مش عايزة أتفرع على حاجات تانية بس ده موجود. يعني الناس بيقول كده، الناس بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى. فلا بد من السماحة في تكاليف الزواج، ولذلك يعني كثرة العنوسة والأشياء اللي موجودة يعني بسبب تكاليف الزواج. يعني فعلا هو الرسول لما نهى عن حاجات معينه كان ليها اسباب برضو. تمام. ان هو يعني خلى دلوقتي سن الزواج ممكن لحد ال40، البنت تكون لسه ما اتجوزتش او لسه هتبتدي تتجوز. تمام تمام. طيب اتفضل. فبرضو من ضمن من مظاهر السماحه التي دعا اليها الاسلام السماحه في تكاليف الزواج، السماحه ايضا في النفقه. الانسان عندما ينفق على اهله ينفق بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ودي طبعا من سماحه الاسلام. طيب عايزة من حضرتك تكلمنا عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحاب الديانات الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا نعلم علم اليقين عندما هاجر إلى الرسول مكث في مكة يعني ما يقرب 13 عاما يدعو الناس إلى عبادة الله. آمن معه من آمن وكفر به من كفر، ثم هاجر النبي إلى المدينة المنورة. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، يبقى في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنين صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر إلى المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهلها من اليهود صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم افتكر فكرة يعني لم تحدث لأحد من قبل. فلما هاجر المدينة أسس بناء المسجد لكي يوثق صلة المسلمين بربهم عن طريق المسجد. عمل إيه تاني؟ أخى بين المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم. وعمل إيه تالت؟ عقد المعاهدة بين المسلمين وبين اليهود بحيث أن يكون الكل شركاء في الدفاع عن الوطن. وهذه الوثيقة أول وثيقة يعني أول وثيقة أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقر كل إنسان على ديانته صلى الله عليه وسلم. وكتب في هذه الوثيقة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكد على مبدأ التعايش السلمي، وأكد على تحقيق مبدأ المواطنة صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة أقر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد على إيه؟ على ديانته، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والكل مشترك في الدفاع عن الوطن صلى الله عليه وسلم. فعندما ننظر إلى حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ومنهج الرسول في التعامل مع الآخر، نجد أن القرآن الكريم يعني فيه دعوة إلى الأخوة الإنسانية. الأخوة الإنسانية اللي بتكون ما بين المسلم والآخر دعا إليها القرآن الكريم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم إيه؟ شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان المسلم مأمور إن هو يؤمن بجميع الأنبياء ونحن مأمورون أن نؤمن بجميع الكتب وبجميع الرسل، فيترتب على كل مسلم ألا يكون لديه ضغينة أو حقد لأي دين آخر،
وهذا ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقص حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. فمن حقوق المواطنة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقوق غير المسلمين، أن حرية العقيدة، حرية العقيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لكل واحد حرية التدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين. فالرسول أقر كل واحد صلى الله عليه وسلم على عقيدته، دي اسمها حرية العقيدة. ثانيا الحماية، الحماية غير المسلمين في الداخل وفي الخارج، كما قال صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا صلى الله عليه وسلم فأنا خصمه. حمايتهم بدنيا، يعني فما لا يجوز الاعتداء على النفس البشرية أيا كانت هذه النفس، أيا كانت ديانتها، أيا كانت عقيدتها، بغض النظر عن الديانة، فلابد، لأن النفس البشرية لها قدسيتها، لأن القرآن الكريم بيقول إيه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هكذا يقول القرآن الكريم. والرسول عندما يعني مرت عليه جنازة رجل يهودي، شوف الرسول بيقدس النفس البشرية حتى لو كانت غير مسلمة، مرت عليه جنازة رجل يهودي، فيقف النبي إجلالا لهذه النفس وتقديسا لهذه النفس، فتعجب عمر: يا رسول الله، إنها جنازة رجل يهودي، أتقف لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الرحمة المهداة الذي جاء إلى هذا العالم بالرحمة والتسامح، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال النبي: يا عمر، أليست نفسا منفوسة صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء غير المسلمين لهم حق الحياة، عدم الاعتداء على الحياة، لهم حق التدين، كذلك أيضا لهم حرية، لهم حق الأمن، لهم حق الأمن، لأن القرآن الكريم بيقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فغير المسلمين في المجتمع الإسلامي لابد أن نؤمنهم على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. لما يجيلك سائح يعني من خارج البلاد، طالما خد الجواز يعتبر هو في أمن، فلا يجوز الاعتداء عليه، لأن دخل بتأشيرة خلاص، فدي له حق الأمن. السيدة فاخرة بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها، اللي هي أخت الإمام علي، أخت الإمام علي فاخرة بنت أبي طالب، كانت أمنت رجلين كانوا على دين الشرك من أحماء، يعني من أقارب زوجها، أمنتهم وأعطتهم حق الأمان، وأراد علي بن أبي طالب قتلهما، فأمنتهم وأجارتهم، فأخبرت الرسول بذلك وقالت له: يا رسول الله، لقد أمنت رجلين من أقارب زوجي وأراد علي قتلهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمنا من أمنت يا أم هانئ، وأجرنا من أجرت يا أم هانئ. ما نتيجة هذا الجوار والأمن؟ أنهم دخلوا في الإسلام وكانوا أهلا للإسلام وعونه. بل الإنسان إذا أراد أن يكتسب قلوب الناس فلابد أن يتودد إليهم بالحب والرحمة والتسامح، فتنفتح القلوب كما انفتحت لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فبسبب هذا التسامح وبسبب هذه الرحمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، دي بتجعل الإنسان إن هو يدخل في الدين الإسلامي. وكلنا نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما أسرى عدد من المشركين وكانوا على دين الشرك، وهو يعني سمامة بن أسال كان على دين الشرك، شوف الرسول تعامل مع هذا الرجل المشرك إزاي. سمامة بن أسال كان في قبضة حاكم منصور اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: يا سمامة، ما تقول أنت الآن في قبضتي، أعمل فيك إيه؟ فيرد على النبي بغلظة، رغم أنه أسير في قبضة الرسول، فيرد على النبي بغلظة ويشتمه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: ما تقول يا سمامة؟ فيشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، يشتم الرسول ويتكلم معه بغلظة. فقال عمر بقى حدث يعني موجود في الموقف ده، فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ إنه بيعتدي عليك يا رسول الله، وبيسبك وبيشتمك رغم أنه أسير. فقال النبي: لا يا عمر، يعني شوف رحمة الرسول وتسامح الرسول، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي لهذا الرجل؟ قال له كلمة حب. هذه الكلمة التي أنطقها الرسول، قال: أطلقوا صراحة، نحن لسنا في حاجة إلى أن نكره أحد على الدخول في الإسلام، أطلقوا صراحة. يعني الرسول قال كلمة حب تسللت إلى هذا الرجل كما وفعلت به كما يفعل السحر بالناس. فأطلق النبي صراحه، فخرج سمامة من عند رسول الله، راح فين؟ راح توضأ واغتسل وعاد إلى النبي مرة ثانية، فبقول له: بقى والله يا محمد، لن يكن هناك دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك أحب الأديان إلي،
والله يا محمد لم يكن هناك بلد أبغض إلي من بلدك، فصارت بلدك أحب البلاد إلي. والله يا محمد لن يكن هناك وجه أبغض إلي من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إلي. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. ودخل هذا الرجل في الإسلام بفضل إيه؟ التسامح والرحمة. بس جميل سيدنا محمد، التي جميل. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة. هو إحنا لو فعلا ماشيين على المنهج بتاعه مستحيل حد يبقى وحش، ومستحيل حد يبقى فيه بلطجة وفيه سرقة وفيه أي حاجة بقى الدين بينهي عنها. لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة، فلا بد ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحمته صلى الله عليه وسلم وفي تسامحه. يا ريت نعرف الكلام ده بجد، يا ريت. طيب تعالي شوفي منهج الرسول في هذا الرجل الشاب اللي راح للرسول وقال له ائذن لي في الزنا. يعني شوف رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ائذن لي في الزنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه ارادوا ان يقتلوا هذا الرجل والشاب ويطردوه، فقال النبي دعوه. وتعامل النبي معه بالرفق وبالحلم وبالسماحه، فقال له النبي ادنوا مني. فتقرب الشاب من رسول الله اللي هو يريد الزنا، عايز يسمح له ان هو ايه يرتكب جريمه الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، اتحبه لامك؟ قال لا. اتحبه لعمتك؟ قال لا. اتحبه لخالتك؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وان الناس كذلك، لا يحبه لا لبناتهم ولا لاخواتهم ولا لعماتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب، ودعا له النبي بدعوات، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فخرج الشاب من عند رسول الله، وأبغض شيء إليه هو الزنا صلى الله عليه وسلم. يعني السماحة والرفق هي تجعلك أن تكتسب بها قلوب الناس. والأعراب اللي هو تبول في المسجد، والصحابة أرادوا أن ينهروه ويضربوه، وأرادوا أن يقطعوا عليه بولته، فالرسول قال لهم إيه؟ اتركوه دعوه حتى يقضي بولته. ليه بقى الرسول عارف ايه؟ لو قطعوا عليه بولته هيتسبب له يعني بعض من في الجهاز التناسلي، يعني بعض الامراض في الجهاز التناسلي عندما يقطع ايه البول عليه. فقال دعوه حتى يقضي بولته. ثم علمه النبي برفق صلى الله عليه وسلم، قال يا هذا، ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه الكزرات، انما المساجد شرعت لذكر الله ولتلاوه القران الكريم وللدعوه الى الله. فهذا الأعرابي يرفع يده إلى السماء ويدعو، يقول إيه؟ اللهم ارحمني أنا ومحمد ولا ترحم معنا أحد. اللي هم مين؟ الصحابة. اللي هم عاوزين ينهروه ويضربوه بسبب أنه تبول إيه؟ في المسجد. فالرسول قال له إيه؟ لقد ضيقت واسعا، لقد انت اقتصرت الرحمة إيه؟ علي أنا وإنت، وضيقت إيه؟ واسعا. فالإنسان لابد أن يعلم الإنسان إيه؟ بالرفق. وقولوا للناس إيه؟ حسنى الكلمة الطيبة، ولا تجادلوا أهل الكتاب، يعني الكلمة الطيبة حتى مع غير المسلمين صلى الله عليه وسلم، يعني عدم إزاؤهم أو عدم السخرية منهم أو الاستهزاء منهم. فضيلة الشيخ، بس نرجع ونقول أن أي حد بيتبع أي اتجاهات تانية ده مش من الإسلام، يعني زي الإرهاب لما بيحرض على سفك دماء أو يهدر دماء أو الكلام ده مش من الإسلام. ليس من الإسلام طبعا، ده الإرهاب يعتبر يعني من الظواهر السلبية. يعني هم بيتمثلوا دايما بالإسلام ويتكلموا عن الإسلام وعن الدين، وأعتقد إن هم لا يعني الإنسان اللي هو الإنسان اللي هو بيقوم يفجر نفسه ويفكر نفسه إن هو شهيد. يعني في فرق ما بين الجهاد وفي فرق ما بين الشهادة. الجهاد يا أستاذة شرع للدفاع عن المظلوم، شرع للدفاع عن الوطن، شرع من أجل الدفاع عن العقيدة. إنما الإرهاب هو اعتداء على المظلوم واغتصاب أرضه وهدم مسكنه. فالإرهاب يعني بيرمل النساء ويوتم الأطفال ويقضي على أواصر المجتمع ويشير الذعر والفزع في المجتمع. والقرآن الكريم يعني بيحذر، يعني بيّن إن هو الإرهاب ده يعتبر من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب اللي بتقضي على أواصر المجتمع. والإرهاب يا أستاذة بيأتي نتيجة التطرف، والتطرف بيأتي عن التطرف يعني خروج عن القيم والمعايير والعادات الشائعة في المجتمع وتبني قيم ومعايير مخالفة لها. التطرف مرتبط بالفكر، أما الإرهاب مرتبط بالعنف. فالتطرف والتكفير والتشدد والتعصب دي كلمات مرادفة للإرهاب. فإذا صاحبها عنف بتنقلب إيه؟ تعتبر إيه؟ تعتبر إرهاب. وعايزين برضو نوضح إنه الإرهاب لما بيتدخل في نقطة شهيد أو يفجر أو كده، هو ما بيدمرش بس الجهات اللي هو المقصود بيها، ده بيدمر الشعب. يعني أقصد أقول إنه مش مقتصر على مسلم أو مسيحي، عشان بس في ناس بتفتكر إن هو الهدف الديانات الأخرى، مش بس كمان ممكن يتأذي منهم مسلمين. ما هينوب برضو المسلمين.
هيلوب برضو المسلمين. بس كنت حابه ان حضرتك توضح النقطه دي. ما هو الارهاب يعني فيه تخريب وفيه تدمير، فبيقضي على المجتمع كله، حتى لو يعني حابه هو عايز ما بيفرقش بقى مسلم او مسيحي او يهودي. تمام. طب حضرتك بقى تشرح لينا طبعا والمشاهدين، لان انا مش حابه اقطع كلام حضرتك تمام. بصراحه. فمن طب نكمل سؤالنا الاول. فمن الحقوق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وضعها، وضع حريه العقيده، حريه التدين، لهم حق الامن، لهم حق المحافظه على اعراضهم. فيعني ما ينفعش الانسان يعتدي على عرض غير المسلم بالاستهزاء او بالسخريه او بالتجسس على احواله، لان لهم ايه؟ لهم ايضا حرمات، فلا بد من صيانتها ايضا، او انه يكفر او يحلل. ما التكفير لله سبحانه وتعالى، والتكفير يعني ما ينفعش الانسان يرمي على احد بالكفر. صحيح. الكفر لله سبحانه وتعالى. فزي ما قلنا كل واحد ليه حريه العقيده، ليه حريه التدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فايه، فالانسان امره مفوض الى الله سبحانه وتعالى. فما ينفعش الانسان يكفر غيره، لان الرسول حذر من ذلك. قالك ايه؟ من رمى اخاه بالكفر الا وقد حرى ايه؟ الا وقد حرى عليه، يعني ما كانش هو ايه؟ كذلك. فالاسلام يعني امر بالمحافظه على اعراضهم، كذلك الاسلام امر بالمحافظه على اموال غير المسلمين. زي المحافظه على النفس والمحافظه على العرض، امر بالمحافظه على اموال غير المسلمين. الغير المسلمين يعني الخمر والخنزير يعتبر من انفس الاموال عند غير المسلمين. فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على خمر أو خنزير لغير المسلمين، فلو أتلفه يضمن قيمته. أما إذا مسلم أتلف خنزير أو خمر لمسلم لا يضمن قيمته. أما إذا المسلم أتلف خمرا أو خنزير لغير المسلم يضمن قيمته. ليه؟ معلش ممكن حضرتك توضح لنا؟ لأنه من أنفس الأموال عندهم، لأنه من أنفس الأموال عندهم، فلا يجوز لمسلم ان يعتدي على اموال غير المسلمين. يعني يقول لك مثلا ده في خمر وخنزير، ده انا هتلفه، لا، ده انت تضمن قيمته. ليه؟ لانه يعتبر من انفس الاموال عندهم، وهذا من سماحه الاسلام. كذلك الاسلام ايضا نهى عن الاعتداء على كنائسهم صلى الله عليه وسلم، حتى في مواطن القوه والحرب. يعني شوف الرسول لما كان يرسل قواد الجيوش في الحرب، يعني كان دايما يوصي قواد الجيوش يقول لهم ايه؟ لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا راهبا في صومعتي، ولا تقتلوا راهبا في صومعتي. استاذن حضرتك هناخد بس مكالمه تليفونيه. معنا فيروز. فيروز من البحيره. الو. وعليكم السلام. انا هستاذن حضرتك بس تعلي صوتك شويه. استاذ محمد بعد اذنك علي لنا الصوت شويه في من الكنترول. مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. استاذه فيروز بعد اذن حضرتك ممكن نعلي الصوت شويه؟ تمام. بقول لحضرتك انا احنا ثلاث اخوات، ولد وبنت، ولدين وبنت، وعندي اخت معاقه، فبابايا عاوز يجيب لها اكتر مننا، فهو ده حرام ولا حلال؟ يعني طب معلش استاذه فيروز لان الصوت صعب جدا، مش سامعين كويس. حضرتك في ولدين وبنت، انتوا ولدين وبنت صح كده؟ ايوه. وعندكم اخت معاقه. ايوه. طيب سؤال حضرتك. تمام. ماشي يا فندم. فضلت الشيخ دلوقتي يرد على حضرتك، بشكرك. طبعا الولدين والبنت والاخت المعاقه تعتبر اختهم، يعني اخت الولدين والبنت. فهنا يجوز للاب ان هو مثلا يخصص يعني جزء زياده تعويضا لها، تعويضا لها، ويكون بايه؟ برضا نفس. فهذا يعتبر من الامور الجائزه. طب وهم اللي زعلانين بقى يعملوا ايه؟ يعني حاولوا يسترضوهم، يعني ده تعويض. هو عاوز يديها كتعويض ان هي مثلا معاقه، يعني يجبر خاطرها، فده يعتبر ايه؟ يعني من الاشياء المباح، ما فيهاش اي مشكله، فيجوز. تمام. فضيله الشيخ تشرح لنا بقى الحقوق الواجب اللي اوجبها الاسلام لاهل الذمه. تمام. طبعا في الرسول لما كان دايما يرسي قواد الجيوش امر بالمحافظه على كنائس غير المسلمين، دور العباده، حتى في مواطن القوه والباس، يعني فما بالك ايضا في ونحن في الامن وفي السلم، فلا بد من المحافظه على هذه دور العباده، سواء كانت لغير المسلمين او للمسلمين.
فالرسول لما كان دايما يرسل قواد الجيش يقول لهم ايه؟ لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقطعوا شجره مثمره، يعني شوفوا تعاليم الرسول كلها تفيض بالرحمه حتى في مواطن القوه والتلبس، ولا تقطعوا شجره مثمره ولا تهدموا كنيسه ولا تقتلوا شيخا مسنا ولا تقتلوا امراه ولا طفلا صغيرا صلى الله عليه وسلم. فالرسول كان دايما يحافظ على اموال غير المسلمين حتى دور العباده امر الرسول بالمحافظه عليها. كذلك ايضا من حقوق غير المسلمين التكافل. الاسلام وضع التكافل وضمن لهم حق الكفايه والمعيشه لغير المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا نعلم علم اليقين ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو امير المسلمين كان يمشي في شوارع المدينه فوجد شيخا يهودي يتسول. شيخ يهودي بيتسول. فساله عمر لماذا صنعت هذا؟ قال الجاتني الحاجه يا امير المؤمنين. فهنا ياتي الحق لغير المسلمين اللي هو حق التكافل. فاذا بعمر ياخذ هذا الشيخ المسن وهو على غير دين الاسلام وهو رجل يهودي فاخذه الى بيت مال المسلمين وصرف له ايه؟ راتبا شهريا. فالتكافل وحد المعيشه الاسلام اباحه لغير المسلمين. وامر الاسلام بالاحسان اليهم. فابدا بجارنا اليهودي. عمر بن الخطاب ذبح شاه فقال لغلامه عندما تذبح شاه ابدا بجارنا اليهودي. فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت ايه؟ انه سيورثه صلى الله عليه وسلم. فالاسلام ضمن لهم حق التكافل وحق ايه؟ المعيشه ايضا والنفقه عليهم. بل ان الاسلام يعني فرض عليهم اصلا فرض على المسلمين ايضا يعني بعض التصدق. الرسول بيقول ايه؟ تصدقوا على اهل الاديان. ليه؟ الغرض من هذا ايه؟ تاليفا للقلوب. من اجل ايه؟ تاليف للقلوب. فيجوز اخراج جزء من الصدقات لغير المسلمين، يجوز اطعام غير المسلمين، يجوز كسوه غير المسلمين، يجوز الاحسان او الرحمه بغير المسلمين. هكذا دعت اليه تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم. كذلك ايضا من الحقوق التي وضعها يعني الزكاه تجوز حتى لو كان لغير يجوز المسلمين، يجوز صرف الزكاه لغير المسلمين وذلك تاليفا للقلوب. من اجل تاليف ايه؟ للقلوب. ولها نفس الثواب طبعا. من باب الموده والمحبه والرحمه. فدي طبعا دي من الامور جائزة ودي ثابتة. عمر بن الخطاب يعني خد الرجل واداله من بيت مال المسلمين ما يكفيه لأنه شافه بيتسول في شوارع ايه؟ المدينة المنورة صلى الله رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا من الحقوق التي وضعها الإسلام أيضا إن الإسلام يعني لما تشوفي موقف الإسلام مع غير المسلمين هتلاقيه موقف البر والأمان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ايه؟ ان تبروهم. الاسلام امرنا بالبر والقسط، ان تبروهم وايه؟ وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. استاذن حضرتك بس معانا فيروز رجعت تاني. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، معاكي فيروز. طيب انا بقيت سؤالي بابا عمل لها العمليه وبقى عايش عادي زينا دلوقتي بس عمالي بيقولوا له لا حرام اتصرفت عليها كتير فاكتب لاخواتها ازاي؟ ما كتبت لما تكتب لها. فاحنا مش مواطنين، تماما قايلين بما عليها عشان كتبناها احنا اكتر ما كتب لها، بس احنا مش عارفين نعمله ايه، نسمع كلامنا ولا نسمع كلامه. تمام. فضيلة الشيخ هيرد عليك يا فيروز، بشكرك جدا. هو دلوقتي عمل العمليه يعني يعتبر ايه؟ عوضها ببعض ودلوقتي بيقول لك اصبحت هم زي اصبحت يعني زيهم. وهنا لابد ان هو يساوي بين الاولاد في العطيه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اتى اليه النعمان يعني كده ما يكتب لهاش النعمان زيادة. النعمان بن بشير كتب لولده حديقه يعني اداله عطيه. فقالت زوجته اشهدي. فقالت لا اشهد حتى يشهد رسول الله. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لقد اعطيت ولدي عطيه. فقال له النبي ماذا اعطيت؟ قال يعني كتبت له حديقه او بستان. فقال له النبي هل لك اولاد اخرون؟ قال نعم يا رسول الله. قال اعطيتهم مثل ما اعطيته؟ قال لا. قال اذهب فاني لا اشهد على جور، فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم كما تحبون ان يعدلوا بينكم ايه؟ في البر. فولي الامر هنا لابد ان يعدل ما بين الاولاد. ولكن اذا كانت البنت معاقه ومحتاجه بعض الاشياء هنا يعني ما فيش مانع ان هو يخصصها بجزء وذلك من باب ايه؟ المعاوضه او التعويض لها او جبرا لايه؟ للخاطر. ودي يعتبر يكون برضا نفسي يكون برضه برضا ايه؟ الاولاد. ولكن لو هي شفيت تماما وكانت شفيت تماما يبقى خلاص ايه؟ اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم.
اتفضل. فالإسلام يعني أمر بالبر لغير المسلمين، قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمن وسائل البر القول الحسن، أن تتكلم معهم بالكلمة الطيبة، وقولوا للناس حسنة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالإسلام دعا بالمجادلة بالحسنة مع غير المسلمين. الإسلام أيضا دعانا معهم من وسائل البر العدل والموضوعية مع غير المسلمين. فلا بد أن تكون عادلا، يعني ما تجيش تقول إن هم ده غير مسلمين ما يكونش في عدل، تمام؟ فلا بد من العدل مع غير المسلمين، والعدالة مع غير المسلمين القرآن الكريم يا أستاذة تحدث عنها. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فسيد الشيخ أنا أسفة، معنا أم مصطفى من اليمن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا بحضرتك، تفضلي. حياك الله أختي منى، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. ودي أسأل الشيخ بارك الله فيك. تفضلي الشيخ سامح. وعندي طلب لقناة صحة الجمال. تفضلي. اولا اقول الطلب وبعدين بقول السؤال. ارجو من الاداره العليا في قناه الصحه والجمال يرجعون برنامج بالقران نحيا تقديم الشيخ احمد عامر حفظه الله، وله منا كل الشكر والتقدير. اما سؤالي للشيخ، تفضل. عندما نقرا قران يعني فيه سجده، يعني ايه فيها سجده، يعني هل نكبر ونسجد بدون تسليم؟ يعني نسلم او نسجد فقط في السجدة التلاوة ولا نسلم، ما فيها تسليم يعني؟ هذا السؤال. تمام يا فندم، ميرسي لحضرتك، شكرا. من السنن التي وضعها الاسلام السجود. السجود في يعني في نوع من انواع السجود اسمه سجود السهو. في سجدة الشكر، في سجدة التلاوة. سجدة السهو دي طبعا يعني شرعت عندما لزيادة في الصلاة او نقص في الصلاة او شك في عدد الركعات، فالانسان بيسجد سجود السهو اما قبل السلام او بعد السلام، بيسجد سجدتين. سجده الشكر عند حدوث نعمه او جلب نقمه، عند حدوث نعمه او دفع او دفع نقمه، فالانسان بيسجد لا سجده شكر. سجده التلاوه الانسان اذا مر باي تلاوه فهو بيسجد. وهذه السجده لا يشترط لها التسليم، ولكن الافضل الانسان يكون الافضل الانسان يكون على طهاره، يكون الافضل على، وده يعتبر من السنه. وعلى فرض ان انت جريت وما سجدتيش ما فيهاش اي مشكله، سجدتي خلاص اصبت السنه، ما سجدتيش ليس عليك سجده الشكر، سجده التلاوه. لا انا قصدي، لا انا هسال سؤال تاني معلش. سجده الشكر لازم برضو على وضوء وكانه هصلي يعني؟ لا سجده الشكر لا يشترط لها الطهاره. تمام. لا يشترط. احنا بنشوف مثلا اللعيبه في يعني في سجدات بنلاقيها في المصحف المفروض دي اسمها سجده التلاوه. تمام، ما بنسجدها حتى لو مش ما فيش وضوء. ولكن الافضل تكون على طهاره. ولا يشترط لها التسليم. تمام. يعني الحاجه بتسال بتقول لك هل لها تسليم؟ تمام. لا يشترط لها التسليم. تمام، اتفضل يا فندم. طبعا العدل مع غير المسلمين، ودي تعتبر من وسائل البر التي وضعها الاسلام، العدل والموضوعيه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعندما ننظر إلى مظاهر العدل في السنة النبوية وفي سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كلنا نعلم أن علم اليقين أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه افتقدت منه درع في موقعة صفين، وجع منه الدرع، فوجدها رجل يهودي. هذا الرجل اليهودي أخذ الدرع وراح يبيعها فين؟ في سوق الكوفة. فعلي بن ابي طالب مر بسوق فوجد الدرع مع اليهودي يبيعها في سوق الكوفه، فمسكه علي، قال ان الدرع درعي. فقال له اليهودي ان الدرع درعي. فقال له كيف وصلت اليك؟ لن تصل اليك لا ببيع ولا بهبه. فقال اليهودي نختصم الى القضاء. نختصم الى القضاء. فذهبوا الى القاضي اسمه القاضي شريح. فوقف علي بن ابي طالب امام القاضي واليهودي امام القاضي، فقال القاضي شريح ما تقول يا إمام؟ ماذا تقول يا علي؟ قال أيها القاضي إن هذه الدرع درع ملك لي، فأخذها هذا الرجل وجدته يبيعها في سوق الكوفة. وماذا تقول أيها الرجل؟ قال والله أيها القاضي إن الدرع درعي، فلا أتهم أمير المؤمنين بالكذب، ولكنها الدرع درعي. فقال القاضي شريح طلب البينة من المين؟ الإمام علي. قال له هات بينة، إذا كنت أنت عم بتقول الدرع درعك لابد تأتي بشاهدي عدل. فعلي بن أبي طالب راح أتى بشاهدي مين؟ جاب الحسن والحسين أولاده لكي يدلوا بشهادتهم أمام القضاء بأن الدرع درع الإمام علي أبوهم.
فقال القاضي شريح: أنا لا أجيز شهادة الولد لوالده. فتعجب عليه: كيف تقول ذلك أيها القاضي؟ رجل ده أنا جايب لك رجلين من أهل الجنة، الرسول قال عنهم إيه؟ الحسن والحسين إيه؟ سيدا شباب الأهل الجنة. فقال القاضي شريح إيه؟ أنا لا أجيز شهادة الولد لوالده برضه. فإذا بالقاضي فقال خلاص إيه؟ القاضي إمام علي قال إيه؟ خلاص ليس عندي شاهد إيه؟ غيرهما. فإذا بالقاضي يعني شوف العدل والموضوعية، فإذا بالقاضي يحكم بأن الدرع درع مين؟ درع الرجل اليهودي. دي العدالة، يعني مش معنى إن هو مسلم يديله مش خلاص، معنى إن هو من بابا يعني من ولاده إن آخد بالشهادة بتاعتهم. تمام. هستأذن حضرتك بس هناخد تليفون معلش. معنا نجوى من القاهرة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي بقول للشيخ بس انا مريضه عندي القلب وعامله عمليه قلب مفتوح ومسافه عملتها بطوف الصلاه كتير وبنسى في الصلاه كتير، انا صليت ايه ولا عملت ايه؟ ماشي يا فندم، فضلت الشيخ يرد على حضرتك. ميرسي ليك. او ممكن تقولي على حلم حلمته؟ حلم ماليش في المنامات. بشكرك يا فندم معلش. اوكي ماشي، بشكرك يا فندم. الحجة عندها عاملة كسترة في القلب حضرتك، بتوه في الصلاة وبتوه في الصلاة، يعني عندها نسيان. يعني الإنسان احنا قلنا إذا زاد في الصلاة أو نقص في الصلاة بيسجد في الآخر إيه؟ بيسجد سجود السهو. يعني تبنى على الأقل، يعني إذا شكت في عدد الركعات يبنى على الأقل، يعني مثلا هي في صلاة المغرب مش يعني مش عارفة صلت اثنين ولا ثلاثة، فيبنى على الأقل اللي هما الاثنين وبعدين تجيب ثلاثة وفي الآخر تسجد سجود السهو. في الصلاة الرباعية يعني شكت في عدد الركعات بتسهى يعني مش عارفة جابت أربعة ولا ثلاثة، يبنى على الأقل اللي هما الثلاثة وتجيب إيه؟ وتجيب الرابعة وفي الآخر تسجد سجود السهو، سجدتان بيسجدهما المصلي في آخر الصلاة قبل السلام، يعني بعد التشهد الأخير بتسجد سجدتين بعد التشهد وتسلم تسليمتين، لأن سجود السهو شرعة إرغاما للشيطان، وزي ما قلنا السجود شرعة إما لزيادة في الصلاة أو نقص في عدد الركعات أو شك في عدد الركعات، وسجود السهو يعتبر من السنن التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. العدل والموضوعية مع غير المسلمين. ناخد برضو قصة اللي بتدل على العدل، يعني قصة ابن عمرو بن العاص دخل في سباق مع ولد من أحد الأقباط، فإذا بابن القبطي تسابق مع عمرو بن العاص في الجارية فسبقه، فيجي ابن عمرو بن العاص يروح ضرب القبطي وقال له إيه؟ أتسبق ابن الأكرمين؟ فإذا بالقبطي يرفع شكواه إلى عمر بن الخطاب في بصر في المدينة المنورة، يرفع شكواه لأن عمرو بن العاص كان ولي مصر، كان ولي مصر، فرفع شكواه فاستدعى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص وابنه قال له تعالى إيه اللي حصل، وجاب القبط هنا وجاب ابن عمرو العاص قال له إيه اللي حدث، قال له والله يا أمير المؤمنين عندما تسابقت معه فضربني وقال أتسبق ابن الأكرمين، فقال له عمرو بن العاص للقبطي اضرب ابن الأكرمين، يعني هذه زي ما ضربك اضربه، اضرب ابن الأكرمين اضرب عمرو على صلعته. قال له يا أمير المؤمنين ده الولد ابنه بس هو اللي ضرب، قال لك إنه ضربك بنفوذ أبيه. فقال عمر الخطاب لعمر بن العاص متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ احنا عايزين واحد بس زي في ظل هذا التعايش السلمي الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم العدل والموضوعية، يعني كانت موجودة برضو مع غير المسلمين. كذلك أيضا من الحقوق التي وضعها الإسلام في حقوق غير المسلمين إلقاء التحية، يعني بعض الناس يقول لك إيه لا ما تسلمش عليهم، لا ده السلام شعار الأمة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه إيه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، ويجي ربنا سبحانه وتعالى علم آدم التحية فقال له إيه يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك سواء كانوا مسلمين أو أقباط، وتحية ذريتك إيه من بعدك. والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما كان يبعث الرسائل والكتب الى الامراء والملوك كان بيكتب ايه؟ سلام على من اتبع الهدى. لما بعث رساله الى المقوقص عظيم الروم قال له ايه؟ سلام على من اتبع الهدى اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك ايه؟ مرتين. الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدا الرساله ايه؟ بالسلام، فلا مانع من القاء التحيه على غير المسلمين. كذلك ايضا من حقوق غير المسلمين ايضا لا مانع من اطعام الطعام. يعني يجوز للإنسان أن يأكل طعام غير المسلمين، والإنسان يجوز أن يأكل من ذبائح غير المسلمين، لأن القرآن الكريم بيقول إيه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم إيه؟ حل لهم. يبقى إيه؟ القرآن بتدلل على إيه؟ إنه يجوز
إطعام الطعام من غير المسلمين، يجوز إطعام طعامهم، يجوز تلبية دعواهم، تلبية الدعوة. يعني إذا إنسان غير المسلم يعني لبى دعوتك في الاستضافة، فهذه التلبية كانت موجودة أيضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز تعزية مصابهم صلى الله عليه وسلم وزيارة مرضاهم، ودي من سماحة الإسلام. يقول لك يا ده الشيخ راح يزور واحد يهودي، الشيخ مش عارف راح يزور الشيخ مثلا، ده بيهنئ مع المسيحيين. طبعا ده التهنئة وتبادل التهاني دي من التسامح الديني الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دعا أيضا إلى زيارة مرضاهم، وكلنا نعلم أن الرسول كان ليه غلام يهودي، مش الرسول كان ليه غلام يهودي، الرسول زاره صلى الله عليه وسلم وقال له ايه يقطع، يعني عرض عليه الشهاده لما راح يزوره، فالغلام ساكت مش راضي يتكلم، فيجي ابوه قال له ايه قطع ابا القاسم، قطع ابا القاسم، فانطق الغلام بالشهاده وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم مات الغلام، ثم قال النبي الحمد لله الذي انقذ الغلام بي من النار. فزيارة مرضاهم وإطعام الطعام، حتى الزواج من الكتابيات، المرأة الكتابية سواء يهودية أو نصرانية فيجوز الزواج منهم، فهذا يعني ده يعتبر من الأمور الجائزة شرعا في تعاليم الدين الإسلامي. هو في الحقيقة احنا حلقتنا دايما بتنتهي مع حضرتك بسرعة جدا، احنا معنا 3 دقايق بالظبط. اوكي هاخد بس من حضرتك آخر إجابة، عايزين نتكلم عن أهل الكتاب، ذبائح أهل الكتاب من النصارى واليهود، هل يحل المسلم الأكل منها ولا لا؟ تمام، ودي تعتبر من سماحة الإسلام، ذبائح أهل الكتاب جائزة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الأضحية، يعني إذا ما عرفتش الإنسان إذا لم يتمكن من ذبح الأضحية ولم يجد مسلم، فيجوز أحد من أهل الكتاب أن هو يجي يذبح إيه؟ يذبح الأضحية بتاعتك، ودي يعتبر من الأمور الجائزة. وطعام أهل الكتاب من ذبائح، يجوز أكل ذبائح، يعني أنا ذبحت أقدر أدي لمسيحي من الذبح من الأضحية؟ يجوز، ودي من باب التكافل وتأليف القلوب والمودة والرحمة والمحبة، فده يعتبر من الأمور الجائزة. وهو برضو لو عمل يجوز أن أنا أكل منه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فيجوز أكل ذبائحهم وإطعام الطعام منهم. هل بيكون ليها شروط معينة لو هم اللي في ذبائح عندهم نعرف إزاي؟ طبعا الذبح له سنن. يعني الإنسان عندما يذبح الذبيحة لابد أن يذكر اسم الله ويسمي بسم الله، وأن يوجه الذبيحة إلى القبلة، وأن يحد السكين جيدا، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ولا يذبح حيوانا أمام الآخر. طب ذبائح أهل الكتاب ربما ما يسموش عليه، فالإنسان إذا أكل فيسمي، فإن طب ما ذكرش التسمية وده يعوض لو يقول دي تعويض أهو، فإن اسم الله على فم كل مسلم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل فم مسلم، وكلوا بسم الله الرحمن الرحيم. قبل طبعا هختم مع حضرتك، بس برضو حضرتك هتختم مع مشاهدين بدعاء، بس قبل ما اختم بس حلقتي، انا عايزه اشكر استاذ محمد شحاته، بشكر استاذ محمد الشاهد مدير الاستوديو، بشكر استاذ محمد جمال رئيس تحرير البرنامج، بجد الناس دي بتتعب جدا معانا عشان تطلع الحلقه بشكل كويس جدا ولائق بكل الساده المشاهدين. خلصت حلقتنا النهاردة، هسيبكم مع فضيلة الشيخ، بشكر السادة المشاهدين جدا، مع دعاء فضيلة الشيخ محمد عمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم فرج عنا كروبنا، وازل عنا همومنا وغمومنا، واشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم رد عن مصر قيد الكائدين، ورد عنها خراب المخربين، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر وجيشها، واحفظ مصر وجنودها، واحفظ مصر ونجها من الفتن ما ظهر منها وما بطن رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.